المسائل دي، وعاوزين نربط مسألة كده بالفورمالدهايد. كان السؤال ده جه قبل كده مرتبط بعدد افوجادرو. في بعض الطلبة يقول لي ما عنديش عدد افوجادرو. لا، في تراكم معرفي عندك. السؤال اللي جه قبل كده واللي احسب عدد الذرات. عدد الذرات طبعا ما تنساش ان انت تضرب في عدد ذرات المركب اللي عندك، اللي ممكن يقول لك عليها استاذك عدد مرات التكرار، عدد ذرات المركب. عاوزين نحل المساله دي كده بالراحه يا استاذ. دي مسأله جت في قبل كده، بتاع الفورمالدهايد اللي هو اللي هو بيقول لي ايه، احسب عدد ذرات، احسب عدد ذرات 15 جرام، احسب عدد ذرات 15 جرام من الفورمالدهايد، ما ادالوش رمزه، من الفورمالدهايد، تمام، وبيديني الكربون كتلته الجزيئيه ب 12، والهيدروجين بواحد، اكسجين ب 16. يبقى المساله تاني، احسب عدد ذرات 15 جرام من الفورمالدهايد. طبعا عشان اجيب عدد ذرات لازم اجيب عدد مولات، يعني بجيب كتله المول، باخد الكتله اللي مدهاني على كتله المول، طلعت عدد مولات، هضرب في عدد افوجادرو واضرب كمان في اربعه. ايوه، جبتها منين الاربعه دي؟ اللي هي عدد ذرات المركب نفسه. كان الاختيارات في السؤال، يا ترى ده بيساوي عدد افوجادرو ولا نص عدد افوجادرو ولا ضعف عدد افوجادرو؟ طبعا الاجابه هنشوفها مع استاذنا الفاضل كده، ونفهم نحل المساله دي ازاي. المساله بتتحل بطريقه بسيطه. اتفضل. زي ما حضرتك قلت ان عدد الذرات هتساوي عدد المولات في عدد افوجادرو في عدد الذرات. عدد المولات بتساوي كتلة المادة على كتلة المول. هو مديني كتلة المادة كام؟ 15. وأنا جبت كتلة المول بتاع المركب كله 30. يبقى كويس. 15 على كام؟ على 30. يبقى أنا عندي الكربون 12، هيدروجينتين ب 14، أكسجين ب 16، يبقى ده كده كام؟ 30. وعندي عدد أفوجادرو 6.2 في 10 في 23. بس أنا عندي كام ذرة؟ عندي أربع ذرات، يبقى أضرب في عدد الذرات. يبقى على 15 هنا 1، هنا 2، وهنا 2، يبقى هيساوي ضعف عدد أفوجادرو. يبقى الإجابة بتاعتي، لأن كان ده عمل لغط عند الطلبة، لأن الطلبة كلهم استعجل واختار عدد أفوجادرو على طول. لا، أو في ناس اختارت نص عدد أفوجادرو، ولكن الاختيار الصح إن هو هيساوي ضعف عدد أفوجادرو. جميل، ماشي. يبقى كده احنا خدنا ضعف عدد افوجادرو، ان انا ضربت فيه اربع ذرات اللي هم بتوع الفورمال.